يعني هذا بيحكي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة في هذا اليوم المبارك يوم عرفة في مدينة القدس. نحاول الحديث عن أجواء استعدادات المقدسيين لاستقبال عيد الأضحى المبارك. يعني نحاول الحديث مع التجار وأيضا من يعني يتواجد هنا في أسواق مدينة القدس. نحن تحديدا في سوق شارع صلاح الدين. يعني يعتبر من الأسواق الرئيسية في مدينة القدس، حتى من الأسواق خارج حدود البلدة القديمة. يعني نحاول الحديث مع التجار المقدسيين هنا. السلام عليكم. نعم، إذا يعني مشاهدينا الكرام نتابع معكم في هذا البث المباشر. السلام عليكم، يعطيك العافية. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت طيب، الله يسعدك. مساك يا رب. يعني نتحدث عن أجواء عيد الأضحى المبارك، كيف استقبل المقدسيون هذا العيد؟ والله يعني بأي حال عدت يعيده، يعني الأجواء حزينة، أجواء مش مريحة زي الأعياد الماضية كلها علينا. طبعا بيزيد عليه هذا العيد كمان الكورونا، بيزيد عليه مشاكلنا مع في الشيخ جراح، مشاكلنا في سلوان وفي يصول وفي غيرها، في كل الأجواء بيزيد علينا أنه كمان القوة الشرائية عند الناس ضعيفة جدا بعد مرور سنة ونص، أشغال الأعمال متعطلة واقفة، والشوب كمان والطقس. بتخيل الأعياد، العيد هذا حزين. المعتقلين اللي كانوا خلال من رمضان واليوم هم إسرائيل بيعتقلوا يوم بعد يوم شبابنا بالداخل، فيعني مش عيد حزين. بالتأكيد انتهاكات الاحتلال تؤثر بشكل كبير على المناسبات الدينية وخاصة في مدينة القدس، ولكن ربما يعني يكون هذه الأعياد، هذه المناسبات يعني تنتظرونها ربما على أحر من الجمر، لعل يعني يحدث انتعاش في الحركة التجارية في أسواق مدينة القدس. هل هذا يحصل فعلا؟ الحقيقة مع الأسف لا، يعني هم إحنا عيدين عنا يعني، وفعلا ننتظرهم على حرم الجمر لأنه بكون هي مناسبة اجتماعية ومناسبة دينية وكمان مناسبة اقتصادية، لأنه الناس بتتحوج وبتتشرى. لكن ضعف القوة الشرائية عند الناس بيبين، يعني واضح جدا. اليوم احنا واقفين عيد في هاي الايام، بالزمنات يعني بالسنوات الماضيه كان الشارع ما يفضاش للناس، اليوم تمشي في الشارع بتشوفيش 10 اشخاص ماشيين، الناس ما عندهاش مصاري تشتري، يعني بمختصر مفيد. فهي اقتصاديا لا، ما تغير شيء. نعم، يعني هذا ايضا ينطبق على الاسواق داخل الاسوار مدينه القدس في البلده القديمه. يعني نحن في شارع صلاح الدين يعني خارج اسوار مدينه القدس، يعني كيف هو الحال ايضا في داخل البلده القديمه؟ ما بعتقد الوضع احسن من شارع صلاح الدين. البلده القديمه صح محصوره، فاحنا بنشوف ناس داخلين وناس طالعين، لكن يعني هذول موجودين في مكان في حيز مغلق، ممكن تشوفي ناس اكثر، بس نفس الناس الموجودين في الشوارع الثانيه نفس العدد. يعني هلا بزيد على البلده القديمه تنغيصات الاحتلال بالنسبه لدخول المسجد الاقصى والخروج ودخول المستوطنين والحواجز على ابواب المسجد الاقصى وتدخيل الناس وطلوع الناس، هذا يعني بنغص عليهم اكثر يعني من خارج البلد القديم. نعم. يعني ايضا ما شهدناه من انتهاكات، يعني وتحديدا يوم امس في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل بحسب ادعاءات المستوطنين، يعني وكان هناك ايضا اغلاقات قبل يومين لمنطقه باب العمود ومنع دخول المصلين وخاصه في فتره المساء، وربما تحديدا يعني في هذا الطقس الحار ربما الناس يعني تاتي في فترات المساء للتسوق يعني اكثر من فترات النهار. يعني ايضا كيف تؤثر هذه انتهاكات الاحتلال وعي الأعياد اليهودية، كيف يستغلون هذه الأعياد للتنغيص على فرحة المقدسيين تحديدا؟ نعم احنا يعني كثير من رمضان او الاسبوع الاخير قبل عيد الاضحى المبارك بيكون اجواء اعياد، وقفات بسموها التجار، وبالتالي بتنتعش الاسواق قليلا شيئا فشيئا كل ما اقتربنا من العيد. الناس تتجول مساء اكثر لانه خاصه فصل الصيف، لانه النهار حار فبتتجول في المساء. هلا الاحتلال ما هذا الحكي كله مش شايفه، مش شايف رمضان، مش شايف العيد، مش شايف الوقفات، مش شايف ولا شيء، شايف انه عندهم كان امبارح ذكرى خراب الهيكل، وبالتالي هاي المناسبه الوحيده، وكانه هذول دبان الناس الفلسطينيين الموجودين، هل 300 400 الف نسمه الموجودين في الاسس الشرعيه مش مهم، بنسكر الطرق، بنمنع الناس تنزل، بنسكر باب العمود، المهم اكم من مستوطن، اكم من مع عنصري ينزلوا مشان يصلوا او ياخذوا طقوسهم الدينيه بالمسجد الاقصى، وكل هذه الالوف او مئات الالوف الموجوده هاي ما لها حساب. وهذا الحكي طبعا هذا بيستفز للمشاعر، للشباب، لاصحاب المحلات بيأذيهم، كان في اغلاقات للشوارع ناس تقدرش توصل، الشباب اللي حاولوا انه يمروا على الحواجز والى اخره
ضربوا عليهم مولوتوف او ضربوا عليهم غاز وضربوا عليهم قنابل صوت، فرقوهم، جابوا لنا سيارات الماء المياه العادمه، قعدوا على الاسواق. يعني هذا يوم راح كمان من هذه الايام المباركه. اذا يتم التضييق على المقدسيين لتسهيل اقتحامات المستوطنين، وايضا يعني وضع حركه لهم او تسهيل حركتهم على خاصه في جوله اسوار البلده القديمه. يعني شكرا لتواجدك معنا يعني في هذه النافذه وعلى هذه المعلومات ايضا حول الحركه الاقتصاديه في مدينه القدس. يعطيك الف عافيه وكل عام وانت بخير. شكرا لك وكل عام وانت بخير. نعم، اذا يعني مشاهدينا الكرام نستكمل هذه الجوله. يعني اذا سمعنا لاحد التجار المقدسيين هنا وهو يتحدث عن ما يعانيه المقدسيين في مدينه القدس بسبب اجراءات الاحتلال، يعني وحتى فرحه عيد الاضحى يتم تنغيصها من قبل الاحتلال. يعني هذا الشارع شهد العديد من المواجهات والانتهاكات بحق اهالي مدينه القدس. ايضا نحاول الحديث مع المتواجدين معنا هنا. السلام عليكم، يعطيكم العافيه، في مجال نحكي معك؟ نعم، يعني كل عام وانت بخير. يعني مشاهد انت متواجد في يعني في قلب شارع صلاح الدين، تخبرنا عن اجواء عيد الاضحى في هذا العيد. والله الحمد لله رب العالمين، هيك شايفه مش شايفه عيد. مش شايفه قليله. قليله جدا. يعني يمكن هلا الدنيا نهار. سنة اقل زي ما تحكي. مش زي اول، كانت السنين من قبل هتك من قبل اربع خمس سنين كان حركه اقوى بكثير، كان ضغط عالم. اليوم فش. يعني فترة النهار وفترة المساء نفس الصورة ممكن نشوفها بحركة الأسواق؟ لا، ممكن بعد المغرب تتحرك هي أكثر بشوي، بس هيك شايف الشارع يعني فاضي. تعالي بعد المغرب يكون في حركة، بس مش زي باقي السنين اللي فاتت. كان السنين اللي فاتت كان في حركة، كان في عالم تشوف، لو العام ده تشتري كانت تنزل تتمشى تروح تيجي. اليوم هيك شفت باب العمود، كل يوم مشاكل، العالم بتضطر تهرب، الواحد بخاف ينزل مرته وأولاده ويشتروا أشياء، فعشان هيك وضع القدس بنهار عماله. يوم امس شهدنا اطلاق القنابل الصوتيه اتجاه المتواجدين في منطقه باب العمود، يعني هذه المواجهات اليوميه تؤثر على تواجد المقدسيين والحركه الشرائيه في مدينه القدس تحديدا. اكيد بتاثر، يعني ريحه المياه العادمه رشوها بتاع صلاح الدين، ثاني يوم ما قدرناش نجي نشتغل من الريحه. فالعالم برضه بتجيش، يعني تعقدت، العالم تعقدت، بقول لك واحد نزل مرته واولاده اللي يتصاوب، صار في حاله خوف للعالم. يعني ايضا انتم كتجار مدينه القدس، يعني مع ذلك انتم متواجدين وتفتحوا محلاتكم، يعني تخبرنا عن هذا الصمود المقدسي، عزيمه اهل مدينه القدس. احنا باذن الله لاخر نفس. في شغل، في الشغل وين نروح؟ انا مرابطين بهالبلد، لانه ما فيش لنا برغ غير هالبلد باذن الله. الله يسعدك. شكرا لتواجدك معنا وكل عام وانت بألف خير. نعم، يعني اذا مشاهدينا الكرام يعني استمعنا ل يعني اصوات هنا التجار المقدسيين وما يعانوهم وما يعانوه من انتهاكات الاحتلال. نتحدث عن يعني حتى استخدام مركبه المياه العادمه من قبل الاحتلال تحديدا في هذا الشارع، شارع صلاح الدين، يعني تم استخدامها بكثافه في الفتره الاخيره. يعني هذه المياه ذو رائحه جدا كريهه تؤثر على يعني تبقى لعده ايام عالقه ان كان في الملابس او حتى في المناطق التي يتم الرش عليها من قبل قوات الاحتلال. يعني ايضا اندلاع المواجهات اليوميه واطلاق القنابل الصوتيه والرصاص المطاطي تجاه الشبان، وخاصه ايضا الاعتقالات المستمره بحق المقدسين. يوم امس كان هناك اعتقال لسيده فلسطينيه من باب العمود بعد الاعتداء على جميع المتواجدين واطلاق القنابل الصوتيه عليهم. يعني كل هذا يؤثر وينغص فرحه المقدسيين في هذه الايام المباركه وخاصه في وقفات العيد، يعني مع استقبال المقدسيين لعيد الاضحى المبارك. كنا معكم من شارع صلاح الدين في مدينة القدس في خارج أسواق البلدة القديمة للمدينة المقدسة.